وللحديث عن نتائج الانتخابات التركية وفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات لفترة رئاسية جديدة، معنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. وأيضا من إسطنبول عبر سكايب المتخصص في الشأن التركي السيد معين نعيم. سيد معين مرحبا بك. مرحبا بكم سيدي. أبدأ معك أستاذ مصطفى، رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة، إلى أي مدى كانت هذه المخاوف هي مبررة بحيث حقق، على العكس حقق فارق كبير في النقاط؟ أولا تحية لكم ولكل المشاهدين ومتابعين، ونقول مبروك لأنفسنا ولكل تركيا ولكل المظلومين ولكل الشعوب المقهورة ولكل من كان يتطلع على أن يكون هناك فوز للرئيس رجب طيب أردوغان. صراحة كانت انتخابات تركية لكن بنكهة عربية، بترقب عربي. اليوم نجاح رجب طيب أردوغان هو استمرار للنهج الذي كان عليه. عندما جاء رجب طيب أردوغان إلى البلدية في العام 1994 كان هناك نشر مخاوف بأن سيكون هناك حجر على النساء وستمنع من ركوب الحافلات، وتخويف مهول وكبير للناخبين الأتراك. لم يحدث أي شيء، وعندما 22 سنة من يعني استمرار حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان لم يكن هناك أي اعتداء أو انقاص من حرية المواطن الآخر. هذا دليل على أن يعني لا يوجد مبررات للتخويف. ورجب طيب أردوغان الآن ربما بعد دقائق سيتكلم عن نفس جديد، وأعلن أنه يعني قبل الانتخابات أنه سننجح بشكل أن لا يكون هناك خاسر. هذا دليل على أن اليوم هو رئيس لكل تركيا. مثال آخر يعني هو قام بإنشاء مشفى في مدينة دفنة في أنطاكيا خلال أقل من شهرين، خلال 57 يوم، وحصل على نسبة 8% فقط من تلك المنطقة. هذا دليل على أن هذا الرجل هو رجل دولة ولا يوجد أي مخاوف ومبررة من استمرار حكم العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان. أستاذ معين نعيم، كيف استقبل الأتراك هذه النتيجة التي شاركوا فيها بنسبة 90% في الجولة الأولى و84% في الجولة الثانية؟ في الحقيقة الشعب التركي له تجربة طويلة في الديمقراطية، وكما ذكر ضيفك الدكتور مصطفى، رغم التحديات والحدية المفرطة التي كانت تشوب الدعاية الانتخابية والفترة ما سبقت الانتخابات، أعتقد أن الأتراك جميعاً بغض النظر من أنصار العدالة والتنمية أو أنصار أردوغان حتى معارضيه أخذوا نفساً عميقاً، فقط تجاوزوا المرحلة. أنا أعتقد اليوم كل تركيا مرتاحة أن الأمر انتهى بهذه الطريقة السلسة والسليمة، وطبعاً الفرح ما زال مستمراً. نحن الآن في شوارع إسطنبول وشوارع أنقرة وشوارع معظم المدن التركية، الناس تحتفل بهذا النصر لأنه حقيقة جاء نصراً مميزا بالنسبة لتحالف الجمهور الرئيس أردوغان، حيث أنه وأنا أعتقد أنها أصعب مواجهة انتخابية له منذ بداية منذ دخوله على هذه الحلبة، حيث أنه وللمرة الأولى يواجه معارضة متحدة بشكل مطلق، حتى أنهم تجاوزوا معظم مبادئهم الخلافية، حيث أن اليمين المتطرف والعنصري القومي أمة إصدار تحالف مع الإسلامي وتحالف مع اليسار اليميني اليسار المتطرف والشيوعي، كل هؤلاء تحالفوا على هدف واحد فقط، لم يكن لديهم برنامج سياسي معقول ولا حتى مفهوم، فقط كان الهدف الرئيسي والوحيد أمام الناس لهم هو إسقاط أردوغان. هذا التحالف المدعوم محليا ببارونات الاقتصاد ومدعوم دوليا بالقوى الدولية والإعلام العالمي من أقوى المنظمات الإعلامية العالمية، كلها تحالفت ضد أردوغان الشخص وأنصاره في الشارع. أنا أعتقد أن المواطن التركي الذي ناصر أردوغان اليوم يشعر بفخر أنه لم يهزم أمام هذا الجمع الكبير الذي يعتبره هو خصم لتركيا خارجيا، وهو منافس على الأقل غير مقبول بالنسبة من وجهة نظره داخليا. فمن انتصر لأردوغان في الانتخابات الآن مع أردوغان يحاول أن يعبر عن فرحه، لكن حقيقة أعتقد أن الشارع التركي بأجمع الليلة
أخذ نفسا عميقا، وتركيا غدا ستبدأ يوم أكثر هدوءا وأكثر استقرارا، لأنه تركيا تستحق هذا بعد الجولة الصعبة والعنيفة من المرحلة الانتخابية. ابقى معي لو سمحت استاذ نعيم معين، عفوا استاذ مصطفى حامد اوغلو، كيف تقيم خطاب كمال كلاشدار؟ هل ترى انه معترف بالخساره؟ وعلى ما يبدو الكثير من المراقبين يرون انه الى الان هو يعني رغم فوز اردوغان بفارق كبير الا انه ربما لم يعترف بهذه الخساره. اولا خطاب يعني السيد كلاشدار اولو كان مفاجئا ومستغربا ومستهجنا من كثير من الصحفيين والمتابعين، لانه لم يعترف اولا بالخساره ولم يهنئ الطرف الفائز، على عكس ونقيض خطاب اكشنر هذا واضح التي هنأت وقالت اننا نحترم راي الناخب، دليل على القبول بنتيجه صناديق الاقتراع. وربما تكون هذه إشارة جديدة على أن ربما الائتلاف أو الطاولة السداسية أو السباعية لن تستمر بمثل هذا الشكل، ربما تستمر لفترة مؤقتة. كلاشدار أوغلو أيضا يعني انتهج أسلوب يعني اتهام رجب طيب أردوغان بأنه يمتلك أو يستخدم يعني الإمكانيات الحكومة وتجيرها للحملات الانتخابية، تكلم عن اللاجئين بعد يعني انتهاء الانتخابات، وهذا ايضا يعني شيء غير مقبول ان يكون في هذه اليوم. تركيا بحاجه الى الهدوء، بحاجه الى، كان الاولى به ان يقول اننا انا احترم راي الناخبين، وطالما ان هناك فائز الروح الرياضيه دائما بعد خساره المباراه يكون تهنئه للطرف الاخر والقبول بصناديق الاقتراع. لكن كلاشدار وضعه يعني بالحقيقه حرج جدا، ودليل من خطابه انه اكد على انه سيستمر وانه موجود، وهذه اشاره على انه لن يستقيل وسيستمر ايضا في رئاسه الحزب. هذه ايضا مشكله جديده تواجه المعارضه التركيه، لأن المعارضة كانت تنتظر أن يكون هناك تغييرات وربما تحدث، وكل المتابعين والمراقبين كانوا ينتظرون أن يكون هناك تغير بالمعارضة التركية، لكن هذا التأكيد على أنه سيستمر بهذا النهج، وهذه مشكلة بالنسبة للمعارضة التركية وبالنسبة لتركيا. طيب، هذه المشكلة دعنا ننطلق منها. أستاذ معين نعيم، عندما يتحدث كلاشدار أوغلو أنه سوف يستمر بالنضال وأنه لن يتوقف، يا ترى كيف تنظر إلى مستقبل كلاشدار أوغلو خلال المرحلة المقبلة؟ ويعني وأيضا قراءتك لتصريحاته الأخيرة. يعني أنا أهدي هذه الجملة لعلمانية العالم العربي المتطرفين الذين يقولون أن أردوغان ديكتاتور. كلاشدار أوغلو تجاوز 75 من عمره، سنة من عمره، حصل على 11 هزيمة متتالية دون أي نصر انتخابي حقيقي منذ تسلمه لقيادة الحزب. يدعي ويتهم أردوغان بأنه ديكتاتور ولا يريد أن يترك المنصب، وهو لم يسمح حتى لمنافسة حقيقية داخلية. كل من صعد في داخل الحزب وحاول أن ينافس على رأس الحزب بعد إسقاطه وتهميشه همش كل من أيد من داخل الحزب. كلاشدار أوغلو رجل مركزي ديكتاتوري داخلي أكثر من أي ديكتاتور سياسي في داخل تركيا. كلاشدار أوغلو لن يترك المنصب إلا إذا انفض عقد هذا الحزب، أو استطاع قواعد الحزب بالتعاون مع الأحزاب الأخرى التي كانت ضمن التحالف مع تحالف الشعب أن يضغط عليه يستقيل، وإلا فأنا أعتقد سيكون هو السبب في تدمير مستقبل حزب الشعب الجمهوري. لكن هناك بعض الأطراف في داخل الحزب اليوم مرة أخرى منذ لحظات بدأت تردد أن كلاشدار أوغلو أنجز ما لم ينجز من قبل، حيث أنه استطاع أن يجمع أصوات المعارضة في وجه أردوغان وأوشك أن يهزم أردوغان. هذه ليس الهزيمة هزيمة بغض النظر، في الانتخابات الديمقراطية الصوت الواحد فرق يعتبر هزيمة ولا يعني نصر. ثانيا، إذا جمعنا أصوات المعارضة في الانتخابات السابقة أيضا هي كانت في نفس الأصوات، بل قد تكون كانت أكثر، فأصوات مجموع أصوات المرشحين الرئاسيين في الانتخابات السابقة التي حصل فيها أردوغان على 51.5%، يعني أقل من أصوات اليوم، كانت أعلى من أصوات المعارضة اليوم. فكلاشدار أوغلو لم يفعل شيء. كلاشدار أوغلو رجل مركزي يتشبث بكرسيه بكل ما تعني الكلمة، حاول أثناء الدعاية الانتخابية استغلال عواطف
الناس اظهار نفسه انه المكافح الفقير كما سماه انصار غاندي تركيا، لكنه في الحقيقه رجل مركزي كابيتالي راس مالي بامتياز، اخذ خلفه كل القوى المنافسه والعدو احيانا لتركيا من انصار تنظيم الموازي وانصار تنظيم فتح الله جولان الارهابي، وكذلك انصار حزب العمال الكردستاني الارهابي. انا اعتقد انه لن يسمح بالتغيير داخل حزب الشعب الجمهوري، وسيسعى للبقاء على الاقل حتى انتخابات البلديات في نهايه العام خلال عام من الان، وان استطاع ان يبقى ايضا سيبقى، فهو رجل يحلم ان ينتصر باي شكل من الاشكال قبل ان يموت ولو لمره واحده، لكن اعتقد ان اداؤه هذا اذا استمر بهذا الشكل فليكون حليفه الى الازل. طبعا لو سمحت دكتور مصطفى حامد اوغلو، يعني نتساءل عن تحالف المعارضه الى اي مدى ربما سيستمر، وخاصه انه جمع هذا التحالف جمع كل طاقاته لمواجهة رئيس لم يهزم من قبل وهو رئيس أردوغان. يعني أنا أتفق مع الأخ معين على أنه اليوم هذه كانت أصعب يعني أصعب انتخابات بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، وكانت الفرصة مهيئة للمعارضة بأن تفوز. الوضع الاقتصادي، الغلاء، كورونا، الحرب الأوكرانية، يعني كثير من الأمور، الزلزال المؤلم الأخير. سنتحدث عن هذا الموضوع والتحديات التي تواجه الرئيس أردوغان مستقبلا، ولكن دكتور فيما يخص موضوع تحالف المعارضة، هل تتوقع أنه سيستمر؟ فكل هذه الإيجابيات والفرص التي كانت يعني مساعدة للمعارضة أن تفوز، وهي دخلت الجولة الأولى وكأنها فائزة، كأنها ضامنة للفوز، لذلك عندما فقدت الأغلبية بالبرلمان أصيبت بخيبة أمل. اليوم تماسكت حتى الجولة الثانية على أمل أن يحدث هناك نوع من التغيير، لكن بعد خسارة كلشدارولو اليوم ستكون هناك إعادة لكل الملفات القديمة. أولا خرج كلشدارولو لوحده، تكلم باسم الحزب الشعب الجمهوري، خرجت كلشدارولو لوحدها، عفوا أكشنار لوحدها تكلمت باسم الحزب الجيد، هذا مؤشر على أنه هناك تفكك بدأ منذ الآن، وهناك سيتم يعني إعادة كثير من الملفات. يعني أكشنار كانت دائما تقول يجب أن يكون المرشح يحقق النجاح، إشارة على أن كلشدارولو لن يحقق النجاح. اليوم ستقول له أنا قلت لكم هذا. كثير من الملفات أخرى اليوم، المشكلة في الحزب الشعب الجمهوري أن كلشدارولو عندما اقتنع أو أوهمته الاستطلاعات الرأي أنه فائز لا محالة بهذه الانتخابات، الفريق المقرب منه قال لهم أنتم الوزراء القادمون، فلم يترشحوا للبرلمان، وكما يقول مثلا اليوم خرجوا من المولد بلا حمص. اليوم الفريق المقرب له لهم أعضاء في البرلمان ولهم أيضا وزراء، ذهبت الوزارات. اليوم سيبدأون بالسؤال لماذا أنت أعطيت الأحزاب الأخرى علي بابا جان وداود أولو وحزب السعادة 40 مقعدا، ونحن أبناء الحزب الشعب الجمهوري الذين نعمل من أجل الحزب الشعب الجمهوري بقينا بدون أي شيء. لذلك ستكون هناك محاسبات كثيرة، وهذا مؤشر إلى أنه ربما يكون هناك نوع من الاصطفافات الجديدة. تصريح بابا جان بالأمس القريب على أنه ربما هو مستعد للتعاون من أجل تغيير النظام، يعني بعض مواد الدستورية، يعني هذا مش إشارة، يعني غمزة للحزب الحاكم أنا ممكن أتعاون معكم خارج الائتلاف السداسي أو السباعي. كل هذه الأمور اليوم أيضا، يعني رجب طيب أردوغان عندما يعني انتقد هذه الأحزاب، ربما أيضا هذه دعوة للأعضاء الذين دخلوا البرلمان بأن يبتعدوا عن رؤساء الأحزاب الذين هم ليسوا بالبرلمان الآن. يعني اليوم كيف يستطيع علي بابا جان أو داود أولو أن يسيطر على كتلته وهو خارج البرلمان؟ هذه كلها ربما تكون هناك نوع من الاصطفافات الجديدة، وبالتالي ربما يتفكك هذا، يعني هذه الطاولة السداسية أو الائتلاف. بالتالي دكتور مصطفى، الأهم هو مصلحة تركيا أهم من كل شيء. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ معين. أستاذ معين نعيم، بمتابعتك لخطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أي مدى بدأت الثقة لديه بأن مشروعه ممكن التحقيق، وخصوصا أن تركيا كما تعلم
يعني تمر بتحديات صعبة، كتحدي مثل ما تفضل الدكتور مصطفى، تحدي الزلزال، التحدي الاقتصادي، التحديات الأخرى المحيطة، وخاصة التحديات الإقليمية والدولية. يعني قالوا أن أردوغان لا يدخل انتخابات وهو لا يضمن الفوز بإذن الله فيها، فأعتقد أنه لم يكن أردوغان فقط يمني الناس بالفوز أو بفوزه أو باستمرار عمله، لولا أنه كان على الأرض يأتي يوميا، وأنا أعرف أن هناك فرق عمل تنقل له الواقع بشكل شبه يومي من كثير من المناطق، وخاصة في جولة الإعادة كانت الأرقام والعمليات الاستطلاعية تتم في اليوم مرتين وثلاث مرات من مناطق مختلفة. أنا أعتقد أن أردوغان كان يثق بنفسه وواثق بمشروعه، ومشروعه حقيقة وثق به المواطن التركي الذي أقبل على المشاريع من الصناعية العسكرية ودعمها وأيدها، المشاريع الصناعات المحلية وحتى المشاريع الاقتصادية التي قدمها له أردوغان. أردوغان لم يثق بنفسه بقدر ما وثق بثقة الناس بمشروعه، قدم مشروعا إنسانيا، مشروعا مدنيا، مشروعا حضاريا حقيقة. لم أعلم، والدكتور يصح لي إن حدث غير ذلك، لم أعلم حكومة مرت على تركيا منذ تأسيس الجمهورية حتى الآن استطاعت أن تخرج من تحت ركام زلزال بهذا الحجم الذي لم تعيشه تركيا منذ أسست، وبهذه السرعة وبهذه القوة. لم أرى في تجربتي وحياتي في تركيا التي وصلت لحوالي 30 سنة حكومة قادرة على مواجهة أزمة اقتصادية بهذا الحجم وبقيت على قدميها. نحن عشنا أيام في تركيا حين كانت لا نعرف أسماء الوزراء بقدر ما نعرف أسماء مندوبي صندوق النقد الدولي. عندما كان يعلن صندوق النقد الدولي نيته الحضور إلى تركيا، تبقى تركيا واقفة على رجل واحدة تنتظر ذلك اليوم، لأن الكلمات التي تخرج من بين شفاه هذا المندوب كانت هي التي تقرر مصير تركيا، وأحيانا تقرر مصير الحكومات التركية، تسقط حكومات وتنشئ حكومات، تسقط وزراء وتعيد وتعين وزراء. لكن اليوم نتكلم عن رجل استطاع حقيقة أن يعيد لتركيا ثقتها بنفسها، أن يعيد للمواطن التركي ثقته بنفسه، أن يعيد حتى للمنطقة ثقتها بنفسها، حيث أن هناك نموذج اسمه تركيا نجح في أن يخرج من القاع إن صح التعبير عام 2002 إلى أن يصل الآن إلى أهم دولة في المنطقة إقليميا سياسيا وحتى عسكريا واجتماعيا. لذلك أنا أعتقد أن أردوغان ثقته بنفسه جاءت من ثقة الناس المشروع. نعم سيد معين، انطلاقا من ثقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الخمس سنوات القادمة أو بمعنى آخر اليوم التالي، كيف سيستقبل الناس، كيف سيستقبل الأتراك الولاية الجديدة أمام تحديات الآن هم ينتظرون من التحالف الحاكم، ويسألون أنفسهم كيف سيواجه التحالف الحاكم هذه التحديات التي وصفوها بالصعبة، مثل تحديات تداعيات ما بعد الزلزال، التحديات الاقتصادية، والتحدي الاقتصادي طبعا له وزنه خلال هذه المرحلة. مثال على الثقة التي يعني زرعها ويحصد نتائجها رجب طيب أردوغان، أنه قال سأعيد يعني بناء البيوت المدمرة خلال عام، ولكنني سأأخذ من أصحاب البيوت نصف التكلفة، بينما كلشدار أولو قال أنا سأعيد بناء البيوت ببلاش، لن أخذ منكم أي فلس، لم أخذ منكم أي ليرة. لكن الناخب لم يثق بكلشدار أولو الذي وعد بأن يقيم يعيد الإعمار عمار البيوت بدون أن يأخذ أي مبلغ، ووثق برجب طيب أردوغان الذي سيأخذ نصف الأجر التكلفة. هذا دليل على أن الناخب يدرك من يستطيع أن ينفذ هذه الوعود، ولا يثق بالوعود التي تعطى. يعني هذا تفسير يعني انتخاب مناطق الزلزال بالكامل لرجب طيب أردوغان؟ أكيد هذا يعني رغم الزلزال المدمر ورغم محاولات المعارضة أن تعطي أو تتهم الحكومة بالتقصير أو أنها لم تكن موجودة منذ اللحظات الأولى أو حصل يعني إهمال، أكيد حصل نوع من العجز في بداية بالساعات الأولى لهول الزلزال الذي دمر 11 يعني
يعني محافظة في لحظة واحدة، هذا أي دولة تعجز عن يعني القيام ب يعني الإسراع بما قامت به صراحة تركيا. المشفى التي استهزأت بها المعارضة وكلشدار أولو وإمام أولو وأكشنار، خلال 57 يوم تم إقامة مشفى من 300 سرير، وأنا كطبيب هذه المشفى 300 سرير قابلة أن تتحول إلى مركز عناية مشددة، يعني هذه الأسرة في حال حصل حادث طارئ كبير واحتاجت تركيا إلى مركز عناية مشددة، هذه المشفى برمتها ممكن أن تتحول إلى مركز عناية مشددة. اليوم أيضا يعني في خطاب النصر المرتجل الذي ألقاه رجب طيب أردوغان، قال بأننا لن نعد بشيء لا نستطيع إنجازه، عاد هذا الكلام حتى اليوم بعد نشوة النصر، يعني قال أننا لن نعد بشيء لا نستطيع إنجازه، إنما سنعد بما نستطيع إنجازه. هذا ما يجعل الشعب التركي أكثر ثقة بكلامه. ذات بالأصل هناك يعني أصبح هناك مصطلح باللغة التركية، يعني عندما تسأل واحد من يعمل هذا يقول لك أردوغان، الجواب أردوغان، يعني هذا يعني أصبح مثل الشعار، يعني طبعا دائما يقول أن يعني أردوغان، من ميزة أردوغان هي الأفعال لا الأقوال. طيب هناك سؤال مهم، أنتقل للأستاذ معين نعيم، يعني نستفسر عن وجهة نظرك ورؤيتك عن المشروع الذي تحدث به أو لطالما تحدث به الطرف يعني الآخر، يعني كمال كليشدار أوغلو، عن اللاجئين في تركيا. البعض كان يقول أنه أساس الحملة، حملة المعارضة، هي لكسب الانتخابات باللعب على ورقة اللاجئين. يا ترى ما هو مصير اللاجئين من وجهة نظرك؟ يعني أنا أحترم، يعني حقيقة احترمت الخطاب الرسمي لسيد أردوغان كدولة وكحزب أثناء الحملة، لأنه لم يكن يلعب على ما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه المشجعون، فكان في لقائه مع الشباب سئل بشكل واضح، هل السوريون أصبحوا أعدادهم كبيرة وأصبحنا نواجه مشاكل إلى آخره. ذكرت إحدى المشاهدات والمشاركات في اللقاء، فقال بالحرف: نحن كدولة لا يمكن أن نطرد من يلجأ إلينا، نحن إذا أعدنا السوريين سنعيدهم في ظل ظروف أمنية مناسبة وظروف سياسية مناسبة وفي ظروف إنسانية مناسبة. وهذا ما يحدث الآن. تركيا تنشئ آلاف الوحدات السكنية في المناطق الشمال السوري، وستعيد السوريين الذين يعادوا إليها مؤمنين ساكنين مستقرين. على النقيض، المعارضة كانت ترغب بنقلهم بشكل لا إنساني باتفاق مع النظام وإلقائهم في الداخل السوري، وكأن تركيا لم تعد مسؤولة عن هؤلاء الناس. وأنا أعتقد أن السوريون سيبقوا كما كانوا في السنوات الماضية في ظل عدالة التنمية، ستشجع تركيا عودة اللاجئين إلى المناطق في شمال سوريا المدعومة من تركيا، ومن يستطيع أن يعود، وأنا أعتقد كان هناك هدف لدى حزب العدالة التنمية أن يعود خلال العام 2023 مليون لاجئ أو من أصحاب أوراق وثائق الحماية المؤقتة من السوريين إلى المناطق الشمالية، لكن بشروط إنسانية وسياسية وأمنية محفوظة لهم، أو في ظل أمان أمني وسياسي واقتصادي. وهذا ما يحدث بالمناسبة، ولا أعتقد أن الإخوة السوريون لديهم مشكلة في هذا النوع من الإعادة ما داموا سيعودوا إلى أرضهم محترمين. لكن أنا أريد أن أعرج هذا الخطاب، هذا الخطاب الذي المتطرف العنصر العرقي الفاشي الذي انتهجه تيار حزب تيار تحالف الشعب الداعم لكمال كليشدار أوغلو، مع الأسف بما فيه من إسلاميين ومحافظين كحزب السعادة وحزب أحمد داوودوغلو وحزب المستقبل وحزب علي باباجان حزب الدواء، فقط لكسب أصوات لا تتجاوز 1 أو 1.5% من حزب متطرف عنصري غير مقبول تركيا. أعتقد أن هذا العار سيبقى ملتصقا بهم حتى مدة طويلة. أرجو معذرة منك فقط لأستفيد من الوقت في بانوراما الرافدين. أستاذ معين نعيم، اسمح لي أن أنتقل للدكتور مصطفى حامد أوغلو. مصطفى حامد دكتور، في هذا الأمر أمر اللاجئين، تتوقع هل ستصدر قوانين
لإيقاف أو وضع حد لخطاب الكراهية الذي بدأ ربما منذ 3 أشهر أو يزيد؟ ملف اللاجئين ملف كبير وليس بالأمر السهل، له سلبيات وله إيجابيات. اليوم الحكومة التركية رغم يعني الإنجازات الكبيرة، محاولات الدمج ومحاولة تخفيف يعني الآثار السلبية للاجئين، لكن هناك نوع من عدم القدرة على صراحة يعني إحاطة هذا الملف لصعوبته وتشعباته بما يلزم. الوضع الاقتصادي أثر على أيضا أنه هناك نوع من اتهام السوريين بأنهم هم سبب الغلاء أو هم سبب أو أنهم أصبحوا عالة على الأتراك. لم يتم الإشارة إلى الوجه المشرق للسوريين، ماذا قدموا السوريين لتركيا. وأنا طلبت يعني أعضاء بالحزب أن يكون المرحلة القادمة أن يكون هناك نوع من يعني شرح الملف بسلبياته وإيجابياته. تكرار سابقا، تكرار يعني أنه أنفقنا على السوريين 40 مليار ولد نوع من ردة الفعل عند الناخب التركي. لذلك حتى في الآونة الأخيرة أصبحنا سمعنا عن المشروع الذي تموله قطر، كانت هناك إشارة دائما على أن هذا المشروع بدعم قطري لكي لا يظن الناخب التركي أن الحكومة التركية هي من ستصرف على هذا المشروع. كل هذه الأمور، لكن يجب أن يكون هناك عقلانية وواقعية في معالجة الملف السوري، لأنه ملف كبير وهناك 800,000 طفل يعني ولدوا في تركيا وهناك كثيرين اليوم في تركيا. لذلك يجب أن تكون مقاربة حقيقية، لكن يعني شعارات والتطرف والكراهية وهذا الأمر طبعا يجب أن يتم تداوله ويجب الحد منه صراحة. الحكومة تسعى بمتابعة هؤلاء الأشخاص مباشرة واعتقالهم وتقديمهم للمحاكم، لكن لا بد من أيضا سن قوانين يعني تردع أو تجعل هؤلاء الناس يعني يبتعدون عن هذه التصريحات العنصرية والكراهية. أظن هو أكبر ملف سيكون على طاولة الحكومة بالمرحلة القادمة، لكن بكل أطرافه. شكرا لضيفي في الاستوديو والكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أوغلو، والشكر موصول أيضا لضيفي عبر سكايب المتخصص في الشأن التركي الأستاذ معين نعيم.